الطرف كيف يحافظ على نتيجة المباراة. كرة فيها محاولة ملعوبة لكن يا سلام إبراهيم. إبراهيم الغانم يتدخل في توقيت مثالي جدا، تعود المحاولة إلى أحمد علاء، تسديدة يا سلام علاء يخلص الفارق في اللحظات الأخيرة. شوف الكرة الماضية هنا نيمار لكن تغطية من إبراهيم، وصلت المحاولة بعد ذلك أحمد علاء. أحمد يا سلام يا سلام يا سلام، بنفس دقة هدف البرازيلي أليكس علاء بقدمه اليمنى يضع كرة في الزاوية البعيدة لحارس المرمى الحارس قاسم برهان.